الخلوة دي مميزة جدا، تتميز بأننا هنسمع قليل وحنقرأ الكتاب المقدس كتير، فرصة كل واحد يتقابل مع ربنا على ضوء كلمات الكتاب المقدس. أكتر معيار لصحة الحياة الروحية هي منسجمة قد إيه مع كلمة ربنا. نظام الدراسة مختلف على اللي تعودنا عليه، بس كمان هي حاجة حلوة أنه إحنا نجرب حاجة جديدة في لقائنا مع الكتاب. في طريقتين لدراسة الكتاب المقدس. الطريقة الأولى هي طريقة الميكروسكوب، يعني أن إحنا نغوص في كل كلمة وكل حرف وكل آية من كلمات الكتاب المقدس. الطريقة دي أكيد طريقة حلوة، لكن عيبها إنها أحيانا بتفقدنا الصورة العامة للنص اللي إحنا بنقراه. الطريقة التانية هي طريقة التلسكوب، وهي إن إحنا ما نغص قوي في تفاصيل الآيات والحروف والكلمات بتاعة النص اللي إحنا بنقراه، لكن في نفس الوقت نهتم إن إحنا يكون عندنا صورة عامة إجمالية للسياق وللفكرة العامة للنص اللي إحنا بندرسه. المفروض في أي نص كتابي عايزين ندرسه نبتدي الأول بدراسة تلسكوبية، يعني دراسة عامة لسياق النص اللي احنا عايزين نفهمه، وبعدين لما نفهم السياق نقدر بعد كده ندرس بطريقة الميكروسكوب. علماء الكتاب المقدس بيقولوا The smaller the passage being studied, the greater is the chance of error. بمعنى إذا كان النص اللي بتدرسه حجمه أصغر، يعني كل ما درست نص أقصر كل ما فرصة الخطأ في الفهم بتبقى أكبر. علشان كده نحب إن احنا ندرس أجزاء كبيرة من الكتاب المقدس وبشكل سريع. في اعتقاد سائد وهو اعتقاد خاطئ إن الفهم يتناسب عكسيا مع سرعة القراءة، يعني كل ما كنت بتقرأ أسرع كل ما كنت تفهم أقل. الحقيقة الاعتقاد ده مش حقيقي، بالعكس، كل ما كنت بتقرأ أسرع كل ما هتقدر تفهم بنظرة شاملة النص اللي بتقرأه. وعلماء الكتاب المقدس أجمعوا على كده إن يكون أفضل إنك تدرس أجزاء كبيرة من الكتاب المقدس وبشكل سريع، وبكده هيكون الفهم أسرع وأحسن. إحنا عايزين نطلع من الخلوة بأربع أهداف: إننا نقرأ أجزاء كبيرة من العهد القديم، ونكسر حاجز الخوف أو الكسل اللي أحياناً بنكون فيه، إننا نربط أسفار العهد القديم ببعض، نفهم إزاي كل سفر مرتبط بالتاني، إننا نتفرج على مكانة المسيح في تاريخ الشعب اليهودي ونشوف إزاي هو كان مركز كل حدث من أحداثه وكل تفصيلة من تفاصيله، إننا نطلع بفوائد روحية ننتفع فيها في حياتنا. هنقرأ عهد قديم، يعني داخلين في غابة، وهذه الغابة يكتشف فيها المسيح. الخلوة دي هتساعدك تكتشف المسيح في كلمة ربنا. أولاً هيكون معانا كتاب مطبوع مخصوص للمؤتمر. الكتاب ده هيكون فيه نصوص الكتاب المقدس اللي هندرسها مع بعض، وكمان هيكون فيه تعليقات وملاحظات تساعدنا ان احنا نقدر نفهم بشكل اسهل النصوص اللي احنا بنقراها. ثانيا هيكون عندنا 6 جلسات للكتاب المقدس، كل جلسة بتتكون من 3 اقسام، 15 دقيقة فيها مقدمة عن الجزء اللي احنا هنقراه، ساعة تقريبا. كل واحد فينا هيبقى قاعد لوحده بشكل مستقل بيقرأ أجزاء الكتاب المقدس اللي خد عليها المقدمة. 20 دقيقة نقعد مع بعض نتشارك بالأسئلة والتأملات لكل الأجزاء اللي بنقرأها. هندرس مع بعض مرحلة العودة من السبي، والمرحلة دي بتغطي الفترة من تاريخ العودة من السبي لحد مجيء الإسكندر الأكبر، يعني باختصار مرحلة الشعب اليهودي تحت سلطان ونفوذ الإمبراطورية الفارسية. مرحلة غنية في تاريخ الشعب الإسرائيلي، هندرس فيها أصفار عزرا، نحمية، زكريا، أستير، حجاي. كل واحد فينا هيبقى عامل زي الخياط وفي إيده الإبرة والخيط، بيخيط القماشة مع بعض عشان يطلع توب جميل. مرحلة التشجيع، مرحلة العودة من السبي، إن طال بيك السبي وكانت التجربة مؤلمة، اعلم ان الكتاب بيقول لحيدة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. المحبط، المتضايق، المتألم لازم يعرف انه الله مش سايبه في السبي، وانه هيكمل معاه لحد ما يشوف أورشليم السماوي. نداء بمراحم أجمعك هو نداء موجه لكل نفس بشرية
أنها تقوم من سبيها وتتحرك نحو أورشليم. يا ريت كلنا نشارك.